وفي صبح وقفت أمام مرآتي وقد بانت على وجهي خساراتي، أرى شخصاً على المرآة يكرهني وما أقساه كره الذات للذات. واسترجعت بعضاً من الأيام ذاكرتي لتأخذني إلى أقسى محطاتي، إلى حب قديم في مدينتنا، إلى وقت به اختلفت قناعاتي. فما فارقت قرب الناس من عبث، ولا أقوى على ملء الفراغات، لكن جرحا من الأحباب أقنعني إن القريبين أولى بالخسارات. وما يعني خروج الروح إن خرجت، فهذا الموت لا يعني النهايات. فكم عندي من الأحياء أعرفهم، ولكني أعاملهم كأموات. إن الحقيقة تبقى حب والدتي وحب الناس في عيني خرافات. أنا شخص أراد العيش منعزلا، وإن طالت فتبقى عزلتي خجلا. فمن صدقي أنا في عينهم ثملا، فلا تحكى على صحو حكايات. فإن أفنى فحسن الخلق في كفني، ويغنيني على كل احتياجاتي. وإن أبقى فضعفي لم يكن علنا، ومعتمدا على ثقتي بمرآتي. أنا أمضي بلا أثر على جسدي، فقد كانت بإحساسي جراحات. أرى وجهي بنفس الصبح يشكرني، وما أسماه شكر الذات للذات.